شوف الفيديو للنهاية. طبعا هذا بايع في الشارع جاي هنا يبيع لهم. المهم هذا الرجل شكله زعلان ما يبغى يشتري، شالها ورماها وبعدين قام يتصايح معاه، راح الراجل لحاله وبعدين جلس فجأة أكل وعلق الأكل بالحلق واختنق، اقتطع الأكسجين. الرجل البائع هذاك شافه رجع بسرعة، عنده خبرة بالإسعافات الأولية، حاول معاه كثير، وبعدين شال الحزام وحاول يعمل له إسعافات أولية لين طلع القطعة اللي علقت بحلقه، ورجع للحياة مرة ثانية. العبرة في الموضوع إنك لا تستهين بشخص ضعيف يمكن يكون هو السبب في إنقاذ حياتك.